عداد كاس العالم بيقول ان العد التنازلي لانطلاق مونديال روسيا بقى 104 104 يوم، يعني تقريبا 3 شهور واسبوعين بالظبط. ونبدأ كلنا على بركة الله رحلة منتخبنا الوطني في اهم واكبر بطولة في تاريخ الكورة. المهم ان حكايتنا النهاردة هي حكاية الرقم 104، حكاية ما ينفعش ما تحبهاش او ما ينفعش تكون ما تستمتعش بيها. هي الحكاية اللي خلت ناس كتير تعرف يعني ايه كورة، وربت اجيال على حلاوة ومتعة الكورة اللي بقالنا سنين ما تفرجناش عليها. حكايتنا عن رحلة البرازيل في المونديال حكاية 104 مباراة لعبهم المنتخب البرازيلي على مدار تاريخه في كاس العالم. حكاية صنعت تاريخ طويل للكورة ما نقدرش ننساه، في اللي عاش جزء منه وفي اللي ما شافوش، وفي اللي مستني يشوف ولو حتة بسيطة من المتعة البرازيلية اللي كله اتكلم عنها زمان. البرازيل طبعا هي اقوى بطل عرفه كاس العالم على مدار تاريخه بخمس القاب من 7 نهائيات. يعني لما تتكلم على مونديال السويد 58 لما بيليه فاجئ الدنيا كلها وسجل جونين في النهائي وهو ما كملش 18 سنة عشان يبقى اصغر لاعب في تاريخ اي مباراة نهائية في كاس العالم، وتكسب البرازيل وقتها 5-2 قدام السويد وتفوز بالبطولة، ولا نهائي 62 في تشيلي لما كسب الجيل الذهبي للبرازيل بقيادة جارينشا وفافا وزاجالو تاني كاس عالم على التوالي 3-1 قدام تشيكوسلوفاكيا، وبعدها في مونديال 70 في المكسيك لما بيليه وجازينيو خدوا كاس العالم للمرة الثالثة وفازوا على إيطاليا في النهائي 4-1. وطبعا محدش يقدر ينسى نهائي 94 الشهير في أمريكا اللي ما حسمتوش غير ضربات الجزاء في جيل البرازيل اللي اشتهر بالثنائي التاريخي روماريو وبيبيتو، واخيرا بطولة الظاهرة رونالدو في 2002 في كوريا واليابان اللي سجل فيها 8 اهداف واللي فازت فيها البرازيل على المانيا في النهائي 2-0. بس على الرغم من كل ده ما استعصاش على البرازيل غير البرازيل نفسها. يعني في مونديال البرازيل في 1950 خسرت البرازيل في النهائي قدام الأورجواي 2-1، وطبعا زي ما كلنا شفنا في المونديال اللي فات خسرت اكبر هزيمة في تاريخها على ايد المانيا 7-1 قبل ما تخسر برضو من هولندا 3-0 وتاخد المركز الرابع وتفشل في تاني مرة على ارضها في تحقيق البطولة. حكاية الرقم 104 اللي كتبت بيها البرازيل أقوى تاريخ في كاس العالم رغم إن ألمانيا تفوقت عليها في عدد الماتشات اللي لعبتها في المونديال ب 106، بس هتفضل حكاية كاس العالم مرتبطة دايما بالبرازيل لأنها ببساطة الوحيدة اللي ما غابتش عن المونديال في العشرين نسخة اللي تلعبوا. 70 انتصار في 104 مباراة، 17 تعادل و17 هزيمة، 221 هدف، 5 ألقاب و7 نهائيات، وغيرهم من الأرقام القياسية اللي كتبها تاريخ السيليساو في كأس العالم، واللي عمل بيها أسطورة كرة القدم البرازيل. بس يا ترى جيل نيمار هيقدر يرجع تاني البرازيل دي على عرش المونديال من تاني ويعوض غياب 16 سنة من غير تتويج واللي حصل في البطولة اللي فاتت؟ خلينا نشوف.